اشتهر بلقب الهاكر المبتسم، وأصبح البعض يعتبره بطلاً وأسطورة في مجال القرصنة الإلكترونية. هذا بعد انتشار خبر اعتقاله في تايلاند بتهمة قرصنة العديد من الحسابات البنكية عبر العالم وسرقة أموالها، ثم التبرع بها إلى دولة فلسطين والجمعيات الخيرية في إفريقيا، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة صورة لإعدامه. فما حقيقة وفاة أسطورة الجزائر حمزة بن دلاج؟ إنه الشاب الجزائري حمزة بن دلاج الذي تم إدراج اسمه في قائمة أخطر 10 هاكرز في العالم. بعد أن قام بتطوير فيروس للحاسوب يقوم من خلاله باختراق أنظمة العديد من البنوك العالمية في الفترة ما بين 2010 و2012 وسرقة أموالها والمعلومات الخاصة بالعملاء من أجل بيعها بمبالغ مالية مهمة. ولد حمزة بن دلاج سنة 88 في مدينة تيزي ويزو المتواجدة شرق العاصمة الجزائر، وبعد أن وصل إلى سن المراهقة أصبح مهتماً بكل ما له علاقة بعلوم الحاسوب والتكنولوجيا، وأصبح يقوم برصد بعض الثغرات المتواجدة في أنظمة بعض الشركات الكبرى ومراسلتها من أجل إصلاحها، إذ كان يجني مبالغاً مالية كبيرة جداً من خلال هذا العمل الذي يقوم به، وعمره لم يتجاوز حينها 20 عاماً. اختار ابن دلاج تخصص الإعلام الآلي بعد التحاقه بالجامعة، وتخرج سنة 2008 كما درس هندسة الكمبيوتر، وأصبح خبيراً في كل ما له علاقة بالحاسوب إذا استمر في العمل مع الشركات العالمية التي تعاني من ثغرات في نظامها الرقمي. وفي سنة 2010 وخلال عملية البحث عن زبائن جدد من أجل حل مشكلة الثغرات التي يعانون منها، وصل ابن دلاج إلى ثغرة في الحساب المالي لأحد البنوك الفرنسية، وقرر سرقة المال منه وتحويله لحساب فتحه في تايلاند، عوض الاكتفاء بالمبلغ المالي الذي سيصله من البنك مقابل خدماته. تمكن بن دلاج من إتمام مهمته بنجاح، وقام بتحويل ملايين الدولارات إلى الحساب الذي فتحه خارج الجزائر، إذ قام بصرف بعض تلك الأموال فيما ترك مبلغاً مهماً منها مجمداً في الحساب. وخلال نفس السنة طور حمزة بن دلاج برنامج قرصنة خاصاً به يسمى سباي آي، رفقة صديق له من روسيا، وتمكن من خلاله وإلى غاية سنة 2012 من اختراق حسابات 250 بنكاً حول العالم، أغلبها في أمريكا، والسطو على أموالها. وحسب المعلومات التي تم الكشف عنها من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كما أوردت العديد من الصحف العالمية، فقد حول ابن دلاج وشريكه مبالغ مالية إلى حساباتهم وصلت قيمتها إلى ما يعادل 3.4 مليار دولار. ليس هذا فقط، فقد تم الكشف عن قيامه باختراق حسابات شركات كبرى عبر العالم وتسببه في إفلاسها، إضافة إلى اختراقه مواقع مؤسسات وشركات إسرائيلية. تزوج بن دلاج ورزق بطفلة واحدة خلال الفترة التي امتهن فيها القرصنة، وفي يناير كانون الثاني من سنة 2013 قرر السفر إلى تايلاند من أجل قضاء عطلته رفقة عائلته الصغيرة. لم يكن الشاب الجزائري حينها يعلم أن FBI كان يراقب حسابه في تايلاند، والذي خبأ فيه الأموال التي سرقها خلال أول عملية قام بها، وذلك لأن الشرطة تمكنت من الوصول إلى المكان الذي حولت إليه الأموال دون معرفة القائم على هذه العملية. ومباشرة بعد إتمامه وعائلته إجراءات الدخول إلى البلاد، توجه ابن دلاج إلى أقرب آلة صرف وقام بأول عملية سحب للمال من الحساب الذي كان مجمداً قبل 3 سنوات. وفي تلك اللحظة بالضبط أصبحت هوية حمزة مكشوفة لدى الشرطة التايلاندية وأجهزة الإنتربول الدولية، التي توصلت بإشعار خاص بعملية السحب من البنك تلك، إذ تمت ملاحقته ومعرفة اسمه وهويته وجميع المعلومات التي تخصه من خلال تتبع كاميرات المراقبة المتواجدة في مطار بانكوك. استمر الشاب الجزائري رفقة عائلته الصغيرة في رحلته الاستجمامية متنقلاً بين شواطئ وجزر تايلاند، وهو غير مدرك لما ينتظره بعدها، إذ تم القبض عليه مباشرة بعد وصوله إلى المطار من أجل العودة إلى بلده.
عرفت لحظة اعتقال حمزة بن دلاج البالغة من العمر حينها 24 عاماً تغطية إعلامية كبيرة، وتم التقاط العديد من الصور والفيديوهات له التي ظهر فيها مبتسماً وكأنه غير مبال بما ينتظره، وهو الذي صنف من بين أخطر 10 هاكرز في العالم، إذ تم تسليمه من طرف شرطة بانكوك مباشرة إلى الولايات المتحدة بتهمة تورطه في جرائم إلكترونية. وخلال التحقيقات تبين أنه الشخص المسؤول عن عمليات القرصنة التي تمت من خلال برنامج سباي آي رفقة شريكه الروسي. استمرت محاكمات بندلاج إلى غاية سنة 2015، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة قابلة للاستئناف، وهو الحكم الذي خالف جميع الشائعات التي انتشرت حينها وتقول إنه حكم عليه بالإعدام، شائعات بإعدامه والحقيقة مختلفة. انتشرت العديد من الأخبار حول الأموال التي سرقها بندلاج، من بينها أنه كان يتبرع بها لدولة فلسطين والجمعيات الخيرية في إفريقيا، وأن هدفه من السرقات كان القيام بأعمال خيرية. ومن هنا بدأت حملة التعاطف الكبيرة مع الشاب الجزائري الذي أصبح البعض يعتبره بطلاً حقيقياً، لأنه تمكن من تسخير تلك الأموال التي تعود لأشخاص أغنياء لمساعدة الضعفاء والمساكين. إلا أن بعض الروايات الأخرى تقول إن حمزة قد نفى كل هذه الادعاءات خلال محاكمته، وقال إنه لم يتبرع بأي من تلك الأموال إلى أي جهة. وفي شهر نوفمبر من سنة 2022 أطل ابن دلاج لأول مرة بتصريح صحفي من داخل السجن نشرته قناة النهار الجزائرية، قال فيه إنه سيعانق الحرية قريباً، وذلك في نهاية شهر مايو أيار من سنة 2024 بعد أن حصل على تخفيف في الحكم خلال الاستئناف. كما أن قناة كانال الفرنسية قررت إنتاج فيلم خاص بالهاكر الجزائري، وأعلنت عن شروعها في مرحلة انتقاء بطل الفيلم والذي غالباً ما سيكون جزائرياً، فيما تم الاتفاق مع المخرجين البلجيكيين من أصل مغربي بلال فلاح وعادل العربي من أجل الإشراف على هذا العمل الذي سيتم إنتاجه باللغة الإنجليزية. فورماجا هو الاسم الذي طالما أرعب الأطفال في الجزائر، وكان الأخير قد تورط سابقاً في قضايا من هذا القبيل ودخل السجن بفعلها، وبعد بعضهم قتلوا أبناءهم أو أحداً من أفراد عائلاتهم وسلبوا آخرين الملايير يقتل فلذة كبده انتقاء